في سياق آخر، أكد رئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الشراكة المصرية اليابانية والحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع طوكيو. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة شركة ماروبيني، والتي تعتبر من أضخم الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي أشار خلال اللقاء إلى أن مصر لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لأن تكون محورا لجميع الصناعات اليابانية ونقطة انطلاق لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. هذا واستعرض المسؤول الياباني المشروعات التي تعكف الشركة على دراسة تنفيذها في مصر، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والمنسوجات والصلبة.